عموما نروح بقى مع حضراتكم دي ملف اخر وهو بطوله افريقيا للمنتخبات الكبار للكره الطايره المقرر انطلاقها النهارده في دوله رواندا. امبارح كان الاجتماع الفني للبطوله واللي اسفر عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعه الرابعه الى جانب المغرب وتنزانيا وكينيا. طبعا كل تمنياتنا بكل التوفيق لمنتخبنا. وقائمه الفراعنه المتواجده في رواندا بتضم كلا من احمد يوسف واحمد ضياء، احمد سعيد، مصطفى دبشه، محمد مصطفى لعبه، عبد الحليم عبو، عبد الرحمن سعودي، محمد محسن، محمد نجدي، هشام يسري، احمد فتحي، اشرف اللقاني، محمد رضا، محمد رمضان، وبيرأس البعثة سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد. طبعا المنتخب بيشارك في البطولة دون خوض اي مباريات ودية، يعني فضلا عن اعتذار كمان 8 لاعبين من القوام الاساسي للفريق. لكن برضو نرجع ونقول احنا لعبتنا رجالة، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكون معاهم، ونتمنى لهم كل التوفيق. نتمنى لهم التوفيق، خاصة ان اكيد يعني الماتشات الودية بتبقى مهمة قبل طبعا اي بطولة طبعا. لكن بالتوفيق ان شاء الله ليهم.